اعرب معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي وصادق المواساه لقياده وشعب مملكه البحرين في استشهاد ضابط وفرد واصابه عدد من قوه الواجب التابعه لقوه دفاع البحرين خلال تاديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبيه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه ضمن قوات التحالف العربي المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل كما اكد رئيس مجلس النواب ان شهداء الواجب الوطني المقدس الذين سطروا اسماء صور التضحيه والفداء والولاء في ساحه الشرف وميدان العزه والكرامه ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز في تاريخ ووجدان مملكه البحرين